Good afternoon. Good afternoon. Your ID, please. Sure. Arabi. Pleasure to have you here today. Thank you. Have a seat. المزاد هيبتدي بعد دقايق. Good luck. Thank you. Ladies and gentlemen, the painting that we have all been waiting for. Happy Island. A painting by the Egyptian international painter Mahmoud Said. Our bidding will start at $500,000. $600,000, great. $700,000. Hello. ايوه يا مستر عمر، تأخرت ليه؟ السواق عمل حادثة والبوليس في الطريق ومش عارف امشي من هنا. بس للأسف المزاد بلش. ادخلي المزاد باسمي، تمام؟ لا مش هينفع. مش هينفع ليه؟ حضرتك مش عامل لي توكيل بالمزاد. اتصرفي، اعملي أي حاجة. طب يلا أوكي هحاول. أوكي مستر عمر. $800,000. $1 million going once. 1.2 to the lady under number 2. 1.4. 1.4 to the gentleman under number 10. 1.6 to the lady under number 1. 1.7. 1.7 going to the lady number 9. Do I hear? Yes. 2. $2 million to the lady under number 7. $2 million. $2 million going once. $2 million going twice. Is anybody going to raise? A la una, a la due, a la tre. Congratulations to Miss Salma El Mansouri under number 7 for purchasing Happy Island for $2 million. Congratulations. Now, we would like to move on to our next exhibit. A famous painting, Seashell by Yannos Economou. مستر عمر، I'm so sorry بس اللوحة باعت. مشتريها مدام سلمى المنصوري. حلوة كندية من أصل عربي. أوكي، في مكتبة؟ قالوا لي حسب ما قالوا لي جوا، يعني هون بقبرص. طيب أنت بتعملي إيه هنا؟ هسألهم على السريع وإجي. صح.
مستر جاسر. اهلا يا فندم، انا الحقيقه عندي اخبار مش كويسه، انا اسف. اللوحه اتباعت يا فندم. يا فندم ما كانش في ايدي اي حاجه ممكن اعملها، صدقني صدقني حاولت. مدام سلمى منصوري اللي اشتريتها بلغت جدا في مزايد على السعر يا فندم، دي وصلت رقم اللوحه لرقم خرافي. حضرتك يعني محدد لي ليمت للشرف، انا ما اقدرش اتصرف من مزاجي. هو انا اتكلمت معاها قبل المزاد وفهمت انها ارت ديلر الست دي يا فندم. حاضر يا فندم حاضر، هقابلها واحاول اشتري منها اللوحه. فهمت يا فندم فهمت، اكيد ان شاء الله هشتري منها اللوحه. حاضر. لا طبعا مش ممكن استنى لحد الصبح لحد ما تروح مكتبها، انا هروح لها دلوقتي على طول في الاوتيل بتاعها. انا عرفت من المزاد هنا ان هي قاعده في الساني لاند اوتيل تقريبا قريب جدا، فهاخد بعضي واطلع لهناك على طول، وان شاء الله مش همشي من قبرص غير واللوحه معايا يا فندم. اطمن، ديل دان. اوكي سلام يا فندم، مع السلامه. انا اخدت الموعد منه. سلمى هانم، احنا مستعدين ندفع السعر اللي سيادتك تطلبيه في اللوحه.